أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة حق. ما زلنا نحصي النقاط المضيئة على أرض مصر، ما زلنا نتحدث عن المشروعات القومية، المشروعات العملاقة. اليوم نتحدث من قلعة عملاقة على أرض مصر، هي شركة أنسلتو مصر، وبالتحديد مع المهندس إسماعيل دياب مدير عام الشركة بمصر. أهلا وسهلا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا. لو حبينا ناخد نبذة عن الشركة فندم، عن أنسلتو مصر تقول إيه؟ نقدر نقول من بداية الشركة في سنة 1986 احنا في القاهرة، وقبل الشركة دي انا كنت شغال برضه في نفس القطاع الكهرباء مع شركة إيطالية أخرى لمدة 5 سنين. في الفترة الطويلة ديت احنا اشتغلنا في طول البلاد وعرضها، عملنا محطات كهرباء. سيادتك طبعا عارف قبل 86 والوضع بالنسبة للكهرباء في البلد كان عامل ازاي، وكنا محتاجين طبعا نبني البلد، وانت عشان تبني البلد محتاج طبعا طاقة كهربائية. فكان كل الاهتمام الدولة كله بمجال في قطاع الطاقة، وعملنا محطات كتيرة جدا ما بين الشركة اللي قبل دي والشركة دي. الحمد لله يعني غطينا مناطق كتيرة جدا بمحطات توليد كهرباء. لو اتكلمنا فندم باختصار عن أنسلتو مصر معايا والمشروعات العملاقة اللي قامت بيها في مصر بصفة خاصة والشركة العالمية الأم بصفة عامة. هي طبعا شركة أنسلتو زي سيادتك عارف هي إحدى كبرى الشركات اللي موجودة في مجال الطاقة، مجال إنتاج الطاقة بالذات، لأن التوزيع في شركات كتيرة جدا ومحطات المحولات في شركات كتيرة جدا. أما الشركات اللي بتعمل محطات إنتاج طاقة تربينات ومولدات فدي قليلة، يعني معدودين على مستوى العالم طبعا. وشركة أنسلتو تعتبر إحدى هذه الشركات اللي موجودة. إحنا عندنا محطات وعندنا مكاتب وعندنا فروع في كل حتة في العالم. المركز الرئيسي بتاعنا موجود في إيطاليا في مدينة جنوة. مدينة جنوة طبعا حضرتك عارف انها مدينة ساحلية طبعا، على ساحل البحر المتوسط، فيها ميناء كبير جدا وفيها طبعا أنشطة كتيرة. وشركة أنسلتو موجودة في مدينة جنوة الإيطالية وليها فروع زي ما قلت سيادتك في كل حتة في العالم، وطبعا عاملة محطات كهرباء موجودة في كل حتة في العالم معروفة. طيب لو اتكلمنا بقى عن مصر بصفة خاصة، كلمني عن معظم او اهم المشروعات اللي اتعملت على ارض مصر. حضرتك لا يخفى عنك الجهد المبذول في قطاع الكهرباء من اوائل الثمانينات، قبل سيادتك مشروعات ضخمه جدا في كل ربوع البلاد، واخبار حضرتك. وشركة أنسلتو الحمد لله كان ليها نصيب كويس في أنها تعمل برضو محطات كتيرة جدا. عملنا محطات في أسوان، وعملنا محطات في قنا، عملنا محطة كبيرة جدا قناطر إسنا الجديدة اللي اتعملت ديت حضرتك وعليها محطة كهرباء، دي برضو احنا عملناها. وعملنا في أسيوط، وعملنا في دمنهور، وعملنا في اسكندرية، وعملنا في بنها، وعملنا في الجيزة، وعملنا في القاهرة. يعني محطة أنسلتو موجودة في كل حتة في البلاد.
الاستثمار الاجنبي في مصر انت شايفه ازاي اصلا في الفتره الاخيره او في الخمس سنوات الماضيه؟ سيادتك استثمار يعني استقرار يعني امان. طالما حضرتك وفرت الاستقرار ووفرت الامان فهو دوت اكبر عنصر من عناصر جذب الاستثمار. ولله الحمد طبعا الفتره الاخرانيه احنا شايفين الاستقرار وشايفين الامان اللي موجود في البلد وقبل سيادتك، فدوت ده كفيل بان هو النهارده المستثمر عايز ايه؟ المستثمر عايز مكان يحط في فلوسه يبقى امن عليه. وانت النهارده اول حاجه وفرتها له وفرت له الامان ويبقى امن على فلوسه وعلى ممتلكاته وعلى حياته. فدي اهم من اهم عناصر الاستثمار اللي احنا وفرناها. بالاضافه طبعا سيادتك عارف لا يخفى عنك القوانين الجديده اللي اتعملت ومحافظ الاستثمار اللي اتعملت والمناطق الحره اللي بيفتحوها ومنطقه قناه السويس اللي شغالين فيها ليل ونهار. طبعا دي كل ديت تعتبر عوامل جذب الاستثمار. دي حاجه يعني واضحه سيادتك، ودي انا في رايي ان هو طوق النجاه بتاعنا ان هو في مصر حاجتين، والحاجتين دولت لازم يتوفر لهم الامن والاستقرار، السياحه والاستثمار. سيادتك طبعا شايف السياحه الحمد لله رب العالمين الفتره الاخيره في ازدهار مستمر واخد بال سيادتك، وطبعا شايف حضرتك الحجوزات في الفنادق، وشايف حضرتك الاجانب اللي موجودين، وشايف حضرتك الناس اللي عايشه يعني عايشه على ارض مصر بكل حريتها بليل ونهار. زائد الاستثمار نفس القصه سيادتك، النهارده برضو طالما في امن وفي استقرار في البلد واخد بال سيادتك الاستثمار بينمو بشكل كبير. وبعدين حضرتك لما تبص النهارده للحصيله بتاعتك في البنك المركزي، شوف كانت من خمس سنين كام والنهارده كام، دي معناها ايه؟ شوف حضرتك الجهات المموله على مستوى العالم كله النهارده كلها بتجري وراك عشان تدي لك تمويل، تعمل مشروعات بتساعدك. فالنهارده ده مؤشر على ايه؟ مؤشر على ان انت عندك النهارده مناخ استثماري جاذب، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي الدوله شغاله على اساسه، شغاله بكل طاقتها انها دايما يعني تخلي مجال الاستثمار دايما مفتوح واخبار حضرتك، ودايما بتساعده ودايما بتأيده بكل الطرق. وده احنا شايفينه يعني ولامسينه، كلنا لامسينه. التعاون مثمر على طول الخط بين الحكومة المصرية وبين المشروعات القومية أو الشركات اللي بتنفذ المشروعات القومية على أرض مصر. شوف سيادتك الشركات كلها لو ما كانتش تلاقي الدعم القومي من الحكومة ومن الدولة لا يمكن الوحدة تنفذ مشروعات. طالما المشروعات بتنفذ في وقتها وطبق للجداول الزمنية اللي متفق عليها، ده معنى كده ان في ناس واقفين وراهم واخد بال حضرتك بيأيدوهم وبيساعدوهم وبيذللهم كل الصعوبات عشان يقدر يوصل بالمشروع بتاعه طبقا للجدول الزمني بتاعه بدون غرامات على حد واخد بال حضرتك. لان انت غير الغرامات انت محتاج المشروع بتاعك عشان تشغله، محتاج العائد اللي هيطلع منه. فانت النهارده محتاج ان انت تشغله في ميعاده عشان الخطط بتاعتك تبقى ماشيه طبقا للجداول اللي معموله. فاذا انت شايف حضرتك ان المشروعات بتنتهي في توقيتاتها وحسب الجداول الزمنيه بتاعتها، ثق تماما ان دوت بيتم بالدعم
المتواصل للجهات المسنده والحكومه طبعا. مهندس اسماعيل، انت بصفتك خبير في مجال الكهرباء والطاقه منذ عده سنوات طويله، شايف قطاع الكهرباء والطاقه ازاي تعافى في الخمس سنوات الماضيه؟ حضرتك مش هنروح بعيد، انت لو بصيت من خمس سنين احنا كان عندنا باستمرار انقطاع في الكهرباء، وكان عندنا دايما نقص في الطاقه، وكان عندنا شكوى من النقص دوت حضرتك، وكنا بنقضي ايام كتيره بالليل في ظلام، وكانوا بيوزعوا الطاقه المنتجه على البلد كلها لانها ما كانتش بتكفي. النهارده الحمد لله بعد الشغل الجامد اللي اتعمل وبعد المجهود اللي تم خلال الفترة الأخيرة ديت، احنا النهاردة عندنا الحمد لله فائض في الطاقة. عندنا فائض كويس جدا جدا في الطاقة، نقدر نستغله بمشروعات جديدة، بتنمية جديدة، في حاجات كتيرة جدا. فطبعا دوت مش محتاج حد يتكلم عنه لأنه هو واضح وظاهر. أنت النهاردة كم مرة النهاردة بتقطع عندك كهرباء في السنة مش في اليوم؟ فإذا كان أنت بتقعد بالسنة ما تقطعش الكهرباء عنك، ده معناه إيه؟ معناها ان في شغل اتعمل، ومعناها ان في مجهود بذل من جميع الجهات عشان تحل المشكله حل جذري. والحمد لله احنا حلناها جذري، ما حلناش بمسكنات ولا باساليب معتاده. احنا اقتحمنا، او الدوله يعني بمعنى صح، مش احنا مش شركتنا، لكن انا بتكلم على مستوى الدوله. الدوله حضرتك النهارده حلت حلول جذريه وليست مسكنات، وهو ده المطلوب. واللي انا شايفه ان الدوله بتمشي في هذا الطريق، اي مشكله بتجيب لها الحلول الجذريه تنساها، لكن انت تحل مسكنات وتقعد جنبيها وتفضل تستنى النتيجه وبعدين مش نافع ترجع تدي مسكنات تانية، مش هي دي الحلول. الحلول الجذريه اللي انا شايفه ان الفتره الاخيره فعلا 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 في مجهود جبار بذل، مش بس في قطاع الطاقه والله، يعني لو حضرتك تبص في جمع القطاعات هتلاقي ان في مجهود بذل. ليه حضرتك والطرق والكباري؟ والطرق والكباري، وفي حاجات كتيره جدا 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 في مجهود مبذول، ما حدش يقدر ينكره. ما ينكرش المجهود ده الا واحد جاحد. ده سؤال تاني احنا هنخش بيه الوقت اللي هي عن المشروعات القانونيه. اللي خلينا نستكمل مشروع الطاقه ونتكلم عن انصاردو والمشروعات اللي هي شغاله فيها حاليا. هو احنا طبعا انصلدو من سنه 86 احنا عملنا مشروعات كتيره جدا، يعني احنا عملنا محطه في دمنهور كبيره، وعملنا محطه في اسيوط كبيره، وعملنا محطه في سيدي كرير كبيره برضو دوره مركبه، وعملنا في العطف. العطف دي منطقه تبع دمنهور، واخد بال حضرتك، برضو عملنا فيها محطه دوره مركبه، وعملنا ثلاث وحدات تربينيه في محطات دورة مركبة في شمال الجيزة، وعملنا في بنها محطة برضو دورة مركبة، وعملنا في الشباب وحدتين بخاريتين في دورة مركبة، وعملنا في دمياط وحدة بخارية في دورة مركبة، وعملنا محطة كهرباء 6 أكتوبر. ده آخر مشروع احنا عملناه، اتعب على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى 4 تربينات غازية، والمرحلة الثانية 4 تنين غازية، وبعد كده أضفنا على المرحلة الثانية وحدة بخارية بتنتج 300 ميجا ببلاش، لأن بتشتغل على العادم اللي خارج من المحطات الغازية، بنستغله تاني نرجع نولد منه طاقة كهربائية 300 ميجا، بتاخد 300 ميجا ببلاش يعني. ودي حاجة طبعا حاجة كويسة جدا 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 جدا، لأن أنت أولا غير ملوثة، لأن أنت بتاخد العادم اللي هو طالع من المحطات الغازية وتدخله تاني تشغله، طلع 300 ميجا.
الخطة المستقبلية يا فندم لأنسولدو في المرحلة الجاية تتلخص في ايه؟ تتلخص في ان احنا اولا بنهتم زي ما قلت سيادتك بالصيانات بتاعة المحطات بتاعتنا المنتشرة في جمهورية مصر العربية بالكامل، من محطات بخارية او محطات غازية وهبل سيادتك. وبعدين في كمان دلوقتي المحطة النووية اللي في الضبعة دي احنا ما اتكلمناش عنها قبل كده، دي في رأيي انها يعني تعتبر فكرة ممتازة واكثر من تكلمني عنها فكرة بس. محطة الضبعة النووية هي محطة اول مرة تعملها ارض مصر، ان انت عندك محطة طاقة نووية، ودي في رأيي حاجة ممتازة وفكرة ممتازة جدا جدا جدا. هي عبارة عن مفاعل واربع وحدات بخارية، كل واحدة اعتقد 1200 ميجا كل واحدة، يعني الاجمالي بتاعها هيبقى 4800 ميجا، ودي طبعا طاقة كبيرة جدا. المحطات النووية هي حتى لو في معظم بلاد العالم ابتدوا يلقوا منها، لكن هي أأمن حاجة ممكن تعملها، لأن أنت النهاردة كل خطوة بتعملها فيها محسوبة ومعمول فيها قواعد الأمان لأعلى مستوى حضرتك مش ممكن تتصوره. كل مسمار بيتعمل فيها سيادتك ده بيتراجع مراجعة بشكل غير طبيعي، بحيث أن يوفر عناصر الأمان لأقصى درجة ممكنة. دي طبعا حاجة ممتازة جدا جدا، لأن النهاردة بعد نضوب الغاز والبترول والحاجات دي هتشتغل بإيه؟ لازم يبقى عندك لازم تنوع، زي دي السياسة اللي متبعها وزارة الكهرباء دايما في كل مشروعاتها، إنها بتنوع دايما مصادر الطاقة من بخارية لغازية لبالفحم اللي احنا دلوقتي هنعمله في الفحم. انت عارف حضرتك في محطتين كبار بالفحم هيتعملوا، واحدة في عيون موسى واحدة في الحمروين، دي ده والطاقة النووية دي كلها لتنويع مصادر الطاقة، عشان لو لأي سبب من الأسباب انت النهاردة خرجت بمصدر من المصادر بتاعك لأي سبب من الأسباب، عندك مصادر تانية، ما بقاش البيت كله في سلة واحدة. سيادتك النهاردة بتنوع، ودي طبعا حاجة تحسب للقطاع الكهرباء ان هو بينوع دايما باستمرار مصادر القطاع. والطاقة النووية دي احدى الانواع الحديثة جدا جدا في انتاج الطاقة، وده مشروع طبعا عملاق وهيكلف تكلفة كبيرة، ولكن الاستثمارات بتاعتها مدروسة طبعا، وهو بيردها في اسرع وقت، لانتاج الطاقة النووية الطاقة النووية المنتجة من محطات نووية تعتبر رخيصة. وانتوا بتعملوا فيه شيء ولا حاجة؟ حضرتك المحطات الطاقة النووية دي بتحتاج كل المقاولين وكل التخصصات، وفي حاجات كتيرة جدا، في حاجات بيعملها المقاول الرئيسي بنفسه، وفي حاجات بيسندها. وبعدين المشروع ده هو حسب المواصفات بتاعته، حسب الشروط، وحسب الاتفاق مع الشركة الروسي اللي شغالة فيه، ان لازم يستغل مش اقل من 30% من سوق المحلي. لازم 30% وتوصل لاخر مشروع 35% سيادتك من السوق المحلي، لازم يستخدم مقاولين مصريين، ولازم يستخدم منتجات مصرية، ولازم يستخدم عمالة مصرية، في حدود 30-35%، وده طبعا نسبة عالية جدا جدا. وده بتدي فرصة لكل المقاولين المصريين ان هم يخشوا ويشتركوا، سواء في المدني او في التركيبات او في الانشاءات او في الكهرباء او في الميكانيكا دي كلها. وطبعا كل الشركات اللي بتشتغل فيها بيتم مراجعتها وبيتم دراستها وخبساتك انها تكون مطابقة لكل المواصفات المطلوبة من الشركة المنفذة. فاحنا برضو ان شاء الله عندنا، لان هو طبعا هيبقى في حزم كتيرة جدا جدا لكل الناس هتشتغل فيه، واخد بالك. ومن ضمن الحاجات برضو احنا ان شاء الله احنا عندنا فرع بتاع شركة أنسولدو اسمه أنسولدو نوكلياري، اللي هو نوكليار، بيشتغل في الجزء النوكليار ومعروفة في كل العالم، واشتغلت في شركة في مناطق كتيرة جدا من العالم. وان شاء الله باذن الله احنا برضو بنشارك في المشروع ده، مش بنسيبه يعني، احنا بنشارك مصر دايما في كل مشروعاتها ان شاء الله. طيب لو اتكلمنا يا فندم بقى عن حاجة مهمة، وهي التدريب داخل أنسولدو، هل في اقسام للتدريب؟ مفيش شك في كده، كل الشركات اللي بتشتغل في المجال ده لازم يكون عندها قسم للتدريب الداخلي والخارجي. يعني احنا بنعمل تدريب داخل المحطة، بيجوا ناس مدربين من المركز الرئيسي بيقعدوا مدة طويلة هنا بيعملوا تدريب للكوادر الفنية اللي موجودة، زائد ان في تدريب بيتم برضو في الخارج، بيتاخد برضو كوادر، وبقى حضرتك بتسافر بره بتحضر هناك في مدارس تدريب في المصنع، وبيشوفوا المحطات على الطبيعة ويشتغلوا فيها وبيشوفوها، ويقعدوا مدة برضو مش أقل من 30 يوم.
طبعا حضرتك يا فندم ذكرت من شويه المشروعات القوميه اللي اتعملت على ارض مصر. لو سالت حضرتك عن كوكبه هذه المشروعات زي اللي اتعمل في الطرق، زي اللي اتعمل في العاصمه الاداريه الجديده، زي اللي اتعمل في قناه السويس، زي اللي اتعمل في نفق الجلاله، زي اللي اتعمل في الانفاق، يعني كل ده انت شايفه ازاي؟ احنا عايزين 10 حلقات عشان نتكلم على المشروعات دي، عايزين 10 حلقات حضرتك. ده كل قطاع من ده محتاج حلقه لوحده، ما ينفعش، لان طبعا احنا عندنا حصلت طفره. وبعدين الميزه ان انت شغال النهارده على التوازي، مش شغال على التوالي. يعني حضرتك بتفتح المشروعات دي كلها وبتشتغل فيها على التوالي. وكانت فتحه الخير بتاعتنا قناه السويس لما سيادتك عملت التفريعه الثانيه بتاعت قناه في سنه واحده، واخبر حضرتك. دي طبعا دي كانت اشاره ودلاله على ان القيادة السياسية مهتمة انها تشتغل في كل القطاعات وفي كل المجالات على التوازي، واخبر حضرتك، عشان تنهض بالبلد وتجهز البنية التحتية عشان الاستثمار. وإلا المستثمرين يجوا يشتغلوا ازاي لو ما عندكش شبكة طرق قوية ومتفرعة؟ اشتغل ازاي لو ما عندكش بنية تحتية قوية من كهرباء لتليفونات لمية لصرف صحي؟ اشتغل ازاي؟ بس النهارده الناس دي اللي هتيجي دي مش محتاجه تسكن، انت محتاج تعمل اماكن على مستوى لائق عشان الناس اللي هتيجي دي ممكن تيجي تقعد تسكن. سيادتك النهارده في بلاد سبقتنا في المنطقه العربيه بالحاجات دي، بالبنيه الاساسيه، بس ما عندهمش اي مقومات تانية غير بنيه اساسيه وبنيه تحتيه. النهارده انت بتعلم الدرس، لازم حضرتك يبقى عندك بنيه تحتيه سليمه جدا، عندك مناخ استثماري جاذب، عندك استقرار وعندك امان. بس انت كده حضرتك زرعت. ما دام حضرتك يا فندم ذكرت القياده السياسيه، خليني اسالك سؤال مهم، وهو ان سياده الرئيس في كل لقاءاته بيركز على ثلاث محاور اعلى، في بالذات في المشروعات القوميه العملاقه، بيتكلم على اعلى نوع من الجوده، اقل وقت في التسليم، اقل الاسعار ممكن تدفع فيها. ترجمت هذا الكلام ده في انصاته ازاي؟ احنا حضرتك المشروعات بتاعتنا كلها احنا طبعا بنخش فيها مناقصات يعني منافسات شديده جدا مع شركات كبيره جدا وشركات عملاقه، واخد بالك، وامكانيات عاليه. اذا ما كانش حضرتك المواصفه بتاعتك ترقى لمستوى المواصفات اللي موجوده على اعلى مستوى في العالم، لا يمكن الجهة تختارك من ضمن الناس المتنافسين. لابد ان تكون المواصفة بتاعتك مطابقة لأعلى المواصفات اللي موجودة في الفترة ديت في العالم كله، وإلا الناس التانية تسبقك. نمرة 2، إذا أنت ما التزمش بالجدول الزمني اللي هو أقل فترة تنفيذ الباقيين التزموا بيه، برضه حضرتك هتبقى ديسكواليفايد، مش ممكن تقدر تخش. السعر بتاعك لو أعلى من أي حد فيهم مش ممكن برضه تاخد. فإذا بالتالي أنت بيحصل عمليات غربله، واخد بالك، بين الشركات المتخصصه على اساس الثلاث حاجات ديت. لو انت النهارده ما انتش بتلاقي الثلاث حاجات دولت في المناقصه بتاعتك، ثق تماما انك لا يمكن تقدر تعمل مشروع، الشركات الثانيه تسبقك. بيتبص يا فندم لسابقه الاعمال ده؟ اكيد بتاع المشروعات طبعا اللي ده من ضمن السليكشن كرايتيريا بتاعتك في المشروع، ان لازم تكون مطابق او عندك سابقه خبره معينه محدده ومعروفه، انك في اخر 10 سنين لازم تكون عملت على الاقل 3 مشروعات بنفس الحجم دوت، واخد بال حضرتك، في 3 بلاد مختلفه من العالم غير بلد المنشا. فطبعا النهارده لازم انت تكون عندك سابقه خبره معينه، لا يمكن يقبل مستندات المناقصه بتاعتك الا اذا كنت مطابق للشرط دوت. مهندس اسماعيل، بطبيعه الحال الطموح لا ينتهي، ولكن لو سألت حضرتك طموح المستقبل بالنسبة لك ايه؟ تقول لي ايه؟ اي حد النهاردة بقى محتاج طبعا ان هو يعمل نمو، واخد بالك، عشان يجاري الناس اللي حواليه. كان النهاردة الشركات كلها النهاردة بتعمل اتحادات وبتعمل تطورات وبتعمل ابحاث وحاجات زي كده عشان تسبق. كل واحد النهاردة بيقدر يسبق لما بيقدر يتطور عن اخرين، واحنا عندنا في انصالدو الحمد لله بنتطور باستمرار، وعندنا دايما المنتج بتاعنا اللي احنا بنقدمه لاي حته في العالم دايما مطابق لاعلى المواصفات اللي موجوده في الفتره اللي احنا فيها واعلى قواعد الامان والجوده. لو حبيت توجه رساله يا فندم للقياده السياسيه تقول لها ايه؟
هقول له كلمه واحده بس، الله يعينك، لان هو عنده تحديات جامده داخليه وخارجيه، وعنده زياده سكانيه عاليه جدا جدا، واخد بال سيادتك، محتاجه باستمرار ان انت توفر لها مقاومات المعيشه. فانا بقول له الله يعينك. ولو حبيت توجه رساله للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه تقول له ايه؟ من انجح الوزراء اللي مسكوا وزاره الكهرباء، راجل متفتح جدا، عقليه فريده، واخد بال حضرتك، نشاط غير طبيعي، واخد بال حضرتك، وراجل يعني لا غبار عليه، ممتاز. مهندس اسامه عصفان نائب الوزير، بص حضرتك، احنا مش هنتكلم عن فرض بفرض، ولكن ادور لسيادتك قطاع الكهرباء بصفه عامه، ومش من دلوقتي، من زمان، واخد بال سيادتك، قطاع محترم جدا جدا جدا، وشغال قوي 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 قوي. تقول ايه يا فندم في النهايه للعاملين في انصاندو؟ لازم نشكرهم طبعا على الجهد اللي هم بيعملوه، لان احنا الحمد لله كل المشروعات دول شركاء نجاح. طبعا مفيش شك في كده حضرتك، دايما التيم اللي موجود في اي شركه هو اللي بينجحها او هو اللي بيفشلها. لو ما كانش التيم على مستوى ومتفاني، واخد بال حضرتك، وبيشتغل الليل قبل النهار عشان ينفذ المشروعات دي رغم صعوباتها ورغم معوقاتها في زمن محدد وبمواصفه معينه وبجوده معينه، واخبر حضرتك، ما قدرش ابدا يوصل بالمشروع لبر الامان. فطالما احنا الحمد لله رب العالمين وصلنا دايما بكل مصنوعاتنا لبر الامان ونفذناها باعلى جوده ولرضا العميل التام، واخبر سيادتك، وفي الجدول الزمني المحدد وبالاسعار المتفق عليها، فانا اقدر اقول ان كل الناس اللي اشتغلوا في شركه انصالدو على كفاءه عاليه، واخبر سيادتك، ويستاهلوا هم يشتغلوا في شركه عالميه زي شركه انصالدو. مهندس اسماعيل دياب، مدير عام انصالدو مصر، الكلام مع حضرتك محتاج لحلقات وحلقات، ولكن وقت حلقتنا انتهى. اسمح لي ان اشكرك واقول لك انت كنت ضيف عزيز معانا، شرفتنا ونورتنا واسرتنا بمعلومات قيمه. شكرا لحضرتك يا فندم. انا بشكر سيادتك على حضورك لينا وعلى الحلقه اللي احنا عملناها سوا، ونتمنى نتقابل تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. متشكرين جدا، الف شكر. مشروعات جديده اخرى ان شاء الله. نشكرك على حضورك يا فندم وشرفتنا. ان شاء الله، شكرا لك. الله يخليك، مع السلامه. وفي نهايه حلقتنا بنشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، على ان نراكم في حلقه قادمه من برنامجكم كلمه حق. انتظرونا. كان معكم رجب ابراهيم، الى اللقاء.